بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض له السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين
الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حم
قبلك الله العزيز الحكيم. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وتنذر يوم الجمع
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من أم اتخذوا من دونه أولياء
إلى
مقاليد السماوات
يشاء ويقدر. إنه بكل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض. والسميع البصير له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض.
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا
الله يجتبي إليك من يشاء الله يجتبي إليك من يشاء الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فادع واستقم كما أمرت فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع وقل آمنا
حجت بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا
وهو بالأفق العالي ثم دنا فتذلي فكان قاب قوسين أوادنا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى
عشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إلا في إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أبنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم صدق الله العظيم.